ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. بصوا انا حطيت الفراخ هنا، هبدا ادخلها الفرن. ما تنتظروش اللون الفظيع اللي انتوا عايزينه لانه ده مش هيحصل من خلال الفرن، وما تتضايقوش يعني مش عايزاكم تتضايقوا. بس طبعا ايه ده، هدخل بقى الفرن 180 على الشبكه في النص، وبعدين هنبدا بقى نرحب بضيفي اللي نورني في الاستوديو دلوقتي كريم اكرم. و يعني قول لنا بقى مفاجآت الحلوه. موضوع الحلقه كمان شيق عن الموضه. ايه يا كيمو، ايه المواضيع الكبيره دي يا كيمو؟ صباح الخير يا شيف. صباح الخير عليك يا كيمو، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. طمني بقى، عايز تقول لي بقى انت حاجات، عمال تقول لي انت حاجات من قبل وانا ساكته. اه عايز اتكلم، تقول لي الموضه والسمنه والحركات. احنا النهارده كنت في ديفيلين امبارح ولا ايه كده؟ لا يعني قول لي الحقيقه. احنا النهارده هنخاطب بشكل عام الشباب. تمام تمام. والرجاله. حلو. وطبعا ده. طبعا يعني النساء داخلين في الموضوع. ايوه تمام، بس هم بيعتنوا بنفسهم شويه اكتر مننا بكتير. يعني تقصد ايه يا كريم؟ يعني بيهتموا، هم يعني بيعتنوا بنفسهم، بيهتموا بالموضه وبيهتموا بالشكل وبيهتموا بالمظهر العام. ودايما هتلاقي الست بتفكر ان هي تبقى شكلها حلو عشان خاطر وهي ماشيه جنب راجلها. ايوه تحسن من مظهره. حلو حلو ده. لكن الراجل ولا بيبقى فارق معايا، فاحنا عايزين نتكلم في ده بشكل عام. حلو كده. ان احنا لازم نعتني بنفسنا ونعتني بالموضه. تمام. واحنا دلوقتي في 2020 يعني، فاحنا عندنا كتير جدا من الموضه، عندنا كل يوم الفي ستايل بيتغير والموضه كل يوم بتتغير. على فكره حابه الحته دي فيك، لان انا برحب جدا بالرجال اللي بيهتموا بقصه السيدات في التجميل. خلينا الاول نقول لاصدقائنا احنا بنتكلم عن كورس فيتارم جلوبال، وعندنا صفحتين الخاصين بفيتارم على الفيسبوك، دول الصفحتين الوحيدتين. يا ريت تقول لاصدقائنا ليه هم الصفحتين الوحيدتين، عشان اصدقائنا اللي لسه منضمين لينا او عارفين وبيشوفونا يبقوا عارفين ليه احنا بنقول كده. تمام، هم الصفحتين معمولين عشان خاطر الفريق الطبي يستقبل اكبر عدد من العملاء واي استفسار. تمام. الصفحتين دول احنا بنعملينهم عشان خاطر زياده التاكيد للعملاء بتوعنا خلال اي صفحات ثانيه، دي ما تخصناش. ما ينفعش ان انت تيجي كعميل تسالني عن منتج انت خدته. عشان كده انا بثبت المنتج بتاعي بان انا عندي صفحتين. انت جاي بتسالني على دول، بتستفسر عن حاجه، مش لازم عن الكورس، عن اي شيء تاني. تمام. بيرد عليها الفريق الطبي طبعاً. ده اللي بيستفسر عن الحالات، انت السن والوزن والحاجات عشان يحدد أونلاين. ايه هو نوع الكورس اللي هي عايزه تسال من خلاله عليه. مظبوط. صح كده؟ مظبوط، عن طريق اونلاين. طبعا عندنا طبعا الفريق الطبي عن طريق التليفون، ودوت بيبقى هو الاغلب، عندنا عليه ضغط شغل كبير. تمام. التليفون لان وعايزين نقول ليه برضه، عشان انتم مأمنين المنتج بتاعكم. مظبوط. بشكل كويس. عشان ما يبقاش فيه تقليد، عشان فيه ناس ثانيه او طبعا في حاجات، وفي حاجات ممكن تانية تعرض المنتج بقى بسعر اقل. اه مظبوط. اوكي، بس مش هو نفس المنتج بتاعكم. بيبيعوا بسعر بسعر اقل، ومش هو نفس المنتج. طب نقول بقى يعلموه بايه الفرق؟ يعني العلامه المائيه الجولد اللي بيبقى جواها السيريال. الشرينك بتاع العلبه. اوكي. جوه علبه الكبسول بيبقى فيه كارت بيتخدش. تمام. ده بيبقى فيه كود بيتحط على ويب سايت. بيجيب لك العلبه بتاعتك، بيثبت لك ان ده بتاعك. تمام. في بقى طبعا شركات كتير جدا بتبقى بتقلد المنتج وبيبيعوا بسعر اقل. اقل اه، بس اقل بكتير يعني، اقل المفروض اقل. بس المنتج انتوا بسم الله ما شاء الله يعني ظبطتوا الماده اللي موجوده فيه العلاجيه طبعًا. او الـ الـ الكورس نفسه انتوا دعمتوه جامد. مظبوط. وعشان كده انتوا حبيتوا تامنوه بالحاجات دي عشان تبقوا انتوا مميزين عن اي حد تاني. بالظبط، لان احنا خلاص يعني احنا غيرنا كل الخطه خالص. تمام. اللي كان ممكن يكون في منافس بيقلده. تمام. يعني دلوقتي احنا عندنا بقى عندنا كورسات بقت قويه جدا. طيب. جدا يعني الكورس بتاع الحاله الصحيه العاديه لازم ياخده حد يعني بيحب الاكل زي عيل. ياه ما شاء الله، عشان نجيب معاه نتيجه. تمام. فيعني لا، الكورسات احنا ضعفناها وبقت بشكل احسن، بشكل كويس اكتر. وبنحاول نميز نفسنا بالعلامه المائيه الجولد. كل ده احنا غيرناه بسبب الشركات التانيه، لان احنا جالنا كم تليفونات غير طبيعي عن الشركات اللي هي اللي بتقلد المنتج. بس دول خلاص انتوا قلتوا ان احنا يعني الناس هتتاكد، والناس كده كده هتطلب من خلال الارقام الثابته اللي موجوده. مظبوط. على الشاشه، او من خلال ما انتوا ما بتبقوا متواجدين، من خلال برنامجي او من اماكن تانية او من قنوات تانية. لكن خلينا ناكد على اصدقائنا، دي الارقام الوحيده. مظبوط. اللي تضمن ان هو ياخد المنتج المظبوط. طبعا. كلمنا بقى عن الكورس عباره عن ايه، عشان اصدقائنا اللي مش عارفين الكورس ده عباره عن ايه. تمام. هو الكورس
نتكلم الاول على الكورس بشكل عام، احنا مش هنفصصه في الاول. أوكي. هو الكورس بشكل عام بيعمل ايه؟ الكورس بديله لعمليه التكميم. كويس. يعني انت بدل ما بتروح تعمل عمليه جراحيه، وده طبعا في في الغالب بيبقى الناس بتخاف منه، عمليه وجراحه وطبعا فلوس برضو مش هتبقى متناسقه مع كل الناس وكل الفئات، تبقى غاليه شويه، فدي بتبقى عمليه بديله بس عن طريق الدواء. تمام. انت بتاخد الكبسول، بتسد الشهيه، كل حاجه في الكورس بتعتني بحاجه في جسمك تخلي السمنه عندك تنزل والدهون المتراكمه عندك تنزل. كويس. هو ده اللي احنا بنعمله، يعني هو الكورس هدفه ان احنا بننزل الدهون اللي في جسمك وبنحسسك ان انت شبعان. حلو. فما تاكلش نفس كم الاكل اللي بتاكله كل يوم. كويس جدا. تمام. ده بيبقى بديل عن عمليه التكميم. هيخليك مقنن غصب عنك. بالظبط. هو بيبقى مكون من كبسولات ونقط واعشاب. تمام. بتعمل ايه الكبسولات وبتعمل ايه النقط وبتعمل ايه الاعشاب؟ الكبسولات زي ما احنا ما قلنا هي بديله لعمليه التكميم. تمام. كبسول بتنزل المعده بتتفتت، بتحسسك بالسد، يعني بتحسسك ان انت شبعان، توصل اشاره للمخ، تحسسك ان انت مش جعان، ما بتاكلش نفس الطاقه بتاعتك، بحيث ان انت شبعت ممكن في اسرع وقت. تمام. وقايم راضي، يعني انت مش حاسس ان انت متضايق، يعني مش حاسس ان انت ما اكلتش ولا حاجه، ولا ان انت حاسس ان انت دي الناس اللي عندها شراهه في الاكل. بالظبط. هي بتنزل تتفتت فبتحسسك بالشبع، هي ممكن نقول مكمل غذائي مثلا. تمام. حلو. قبل الاكل فانت ما بتحسش ان انت عايز، يعني ايه لو اكلت مش بتاكل. بتقعد تقريبا وقت مثلا فتره، بس تقعد اربع خمس ساعات مثلا الكريم، الواحد يحس ان هو قافل طول اليوم. والله ما شاء الله. طول اليوم ده يعني. بعد الجديد بقى، بعد التحديث. بعد الجديد طول اليوم، يعني انت بتاخد يا اما كبسول قبل الفطار يا بعد الفطار، واللي بيحدد ده الفريق الطبي. يعني هو مدار اليوم ما بياخدش كبسولات ثانيه، هي في الصبح بس. لا لا، الا في كورس واحد. تمام. ودوت هنخليه المره الجايه، لان الكورس ده احنا طلعنا قلناه. أوكي. وهو كويس جدا وعجب الناس جدا وانبسطوا قوي يعني. حلو جدا. تمام. فالكبسوله انت بتاخدها قبل الفطار او بعد الفطار على حسب ما الفريق الطبي هو اللي بيحدد ده. بتفضل طول اليوم معاك مستمره. حلو. في 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 نفس، يعني حتى النسبه ما بتقلش. والله. يعني ممكن مش بالليل تحس ان انت جعان قوي، لا. عشان خاطر المفعول، مفعول الكبسوله راح او بقى له فتره كبيره، لا ده النظام. انت والفريق الطبي طبعا بيحدد لك بعد الغداء ممكن تاخد النقط الاعشاب. تمام. النقط بتعمل ايه النقط؟ النقط هي بتزود سرعه الحرق. تمام. اللي حرقه ضعيف هي بتزود سرعته. حلو. عشان خاطر يعني ممكن يكون ما بيتحركش بشكل كويس. مش بي مش يعني ايه بيتعامل في الحياه بشكل يساعده، ده في ناس اشغالها بتبقى غصب عنها قاعده. بالظبط. طبعا قاعد طول اليوم على المكتب. او بيسوق كتير او حاجات كتير. وده طبعا على فكره برضه بيتعب، يعني اللي قاعد على المكتب على الصبح ده برضه تعبان يعني. بيبقى قاعد وقاعد دماغه وذهنه مش حاضرين معاه. فلما برضه بيرجع بيحس ان هو مش قادر ينزل جيم، مش قادر يتحرك، مش قادر يلعب رياضه. هو بيبقى كويس قوي انه مروح البيت. فدي بقى حاجه بديله، النقط دي بتبقى هي ايه اللي بتزود سرعه الحرق عنده. كويس. لو هو ما بيتحركش، ولو بيتحرك برضه بتزود سرعه الحرق، لان في ناس بطبيعتها سرعه الحرق عندها ضعيفه. طبيعه الجسم، طبيعه جسمه ان سرعه الحرق عنده ضعيفه. الاعشاب بقى، ودي شيء بالنسبه لي مهم جدا، لان الاعشاب وبالذات في جيلنا عشان اكل الفاست فود والتكاوي بيستسهل والهواء طبعا بيدخل سموم في الجسم. تمام. السموم دي بتخش في الدم وفي الجسم وبتعمل مشاكل في الاجهزه فبتبقى دمار. فالاعشاب دي بتعمل ايه؟ بتنقي السموم كلها اللي في الجسم. وبتنقي السموم اللي في الدم. تمام. فاحنا دلوقتي الكورس بتاعنا بيبقى ده بيكمل ده، ده بيكمل ده. كويس. احنا مش بنقول لك كبسوله بس عشان خاطر انت تخس، لا، ما في حاجات ثانيه، في عوامل ثانيه عندك. كبسوله بتساعد النقط عشان خاطر سرعه الحرق، وبتساعد الاعشاب عشان خاطر السموم اللي في جسمك. لازم كل حاجه تبقى ماشيه بانتظام. كويس. والفريق الطبي طبعا بيتابع معاك متابعه اسبوعيه مجانيه. لازم برضو نهتم بيها شويه يعني. ما هي دي وانت بتقوله دي من الاساسيات اللي لازم تساعد عشان يوصل لنتيجه مع الكورس. مظبوط. المتابعه الاسبوعيه مره من قبل العميل. مظبوط. تمام. يعني انت خدت الكورس عايز تمشي على النظام بقى وعاجبك وبقى عندك اراده وعندك الثقه في الكورس بتاعك وفي الدكتور اللي بيتابع معاك وفي نفسك. مش هتخسر حاجه لو انت كل اسبوع اكيد انت من نفسك حتى هتعمل كده، هتنزل توزن حتى لو مش هتكلم دكتور. عايز تعرف. عايز تعرف انت هتوصل لايه. طبعا عايز انزل اوزن، عايز اعرف خسيت قد ايه. فلما بيجي ينزل يوزن يكلم الدكتور اللي بيتابع معاه من الفريق الطبي. يبلغه بان هو نزل قد كذا. تمام. مجرد ما بيقول له اسمه بيقول له نزلت قد كذا في الاسبوع ده، احنا طبعا يعني بنكرر بعد تاني اسبوع. تمام. يعني لو هو مثلا
نزل بس احنا المفروض بننزل من 4 ل 5 كيلو. تمام. ونزل اقل. طيب نجي بقى اتكلمنا برضو عن الكورس ده. ده للناس اللي ما عندهاش مشاكل لا سكر ولا ضغط ولا كده. احنا عندنا الكورسات منقسمه، يعني عندنا كورسات لاكثر من حاله. عندنا حالات بتجيلنا، يعني في حاله مثلا مريض بالسكر، مريض بالضغط، مريض عنده مشاكل في القلب. ده بقى الكورس اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده يصلح لاصدقائنا دول ولا لا؟ احنا عندنا كورسات تصلح لدول، وعندنا كورس للحاله العاديه. تمام تمام. ودوت بيعمل نفس نتيجه ده. ده نتيجته فعاله زي نتيجه ده. يعني دوت بينزل من 15 ل 20، ده بينزل من 15 ل 20 كيلو في الشهر. كويس. تمام. تبقى مده الكورس طبعا في كل كورس مختلفه. تمام. على حسب. ممكن يعني اقصى وقت مثلا يبدا يحس 40 يوم. حلو قوي. طب ما هو برضه فتره مش طويله، يعني شهر 10 ايام. ده حلو قوي. وبيكون في الفتره دي قدر ينزل وزن حلو. لما تنزل انت في 40 يوم من 15 ل 20، يعني نزلت 16، نزلت 14. وامتى بيقدر يحس يا كريم انه نزل؟ من اول، من بعد قد ايه وقت؟ من ثاني اسبوع. ثاني اسبوع يعني اول اسبوع بيعدي ممكن ينزل فيه مثلا 2 3 كيلو. تمام تمام. ثاني اسبوع يعدي ممكن 4 كيلو مثلا، 5 كيلو. تمام. فلو هو نزل، لو جه في ثاني اسبوع نزل 4 كيلو او 5 كيلو، لا انت كده مش مظبوط. اوكي. جيت اول اسبوع نزلت 2 كيلو، ثاني اسبوع نزلت 2 كيلو، لا ستوب بقى. كده في حاجه. يا اما في حاجه في النظام. اوكي. يا اما في حاجه عندك انت مش ممكن تكون مش منضبط على نظام الكورس. تمام. ما بتاخدوش بشكل منظم. لان احنا عندنا مواعيد، والمواعيد دي مش بتبقى بالوقت. طبعا اكتر حاجه مفيده ان انت تاكل الصبح. اوكي. والشمس عشان الحرق يبقى كويس. عشان سرعه الحرق، يعني انت تفطر بدري، تتغدى على مثلا 3. تمام. لا مش تتعشى عشان خاطر ما يبقاش عشاء. تاكل وجبه خفيفه كده، حاجه خفيفة بسيطه جدا. يعني حاجه بسيطه، زبادي، سناكس، ممكن تبقى اي حاجه. حاجات عاديه بسيطه كده، وده بيبقى على الساعه مثلا 5 5 ونص 6. حلو. يعني بس يا ريت تبقى بتاكل الصبح. طبعا نظام الكرسي بيختلف، بعيدا بقى على الناس اللي هي اصلا مش بتعمل كده اساسا، ولا فطار ولا غدا ولا عشاء، بياكلوا براحتهم في اي وقت. ممكن الناس بسبب ظروف شغلها تبقى بتتغدى الساعه 9 بالليل. ما هو ده ماساه برضه، ما ده برضه معاناه طبعا، وهو غصب عنه. يعني مش، فانا مش هقدر اعمل له حاجه. تمام. فلا الكورس بتاعنا بنحدده مع الفريق الطبي لما بنقول الحاله والسن والطول والوزن. كويس. لازم نقول الحاله الصحيه بتاعتنا مع الطول والوزن عشان نعرف انت عايز تخس قد ايه، عشان المتابعه الاسبوعيه نبقى احنا عارفين العميل ده عايز ينزل مثلا 20 كيلو. احنا لازم نشتغل على ده. حتى لو انت هتخلص الكورس ده هتاخد حاجه كورس تاني مكمل. فهمتك قوي. بس تمام. بس هو طبعا هيحصل على الكورس التاني بنفس السعر والخصم اللي خده في الكورس الاولاني. خلاص. ما دام العميل دخل عندنا الشركه وبقى حد، يعني في دكتور بيتابع معاه، هو اي حاجه بيبقى عايزها هي مجابه. ليه؟ لان انت خلاص اهم حاجه عندنا دلوقتي ان انت تبقى راضي وعايز انت عايز تنزل وزنك. فما ينفعش ان انا يعني اديك الكورس وتنزل مثلا 15 كيلو وانت عايز تنزل مثلا 10 كمان، اروح اقول لك لا ما الكورس غلي. مش هيستقبلها مني. صح. احنا بقينا المفروض ان في دلوقتي في علاقه وفي بعميلك خلاص، يعني انت بتحافظ عليه وعايز يفضل كده. احنا عندنا المصطلح دوت باين في الشركه، احنا بنقول عن العملاء بتوعنا دول ان هم عيلتنا. المسمى ده عجبني جدا. لازم ان احنا بناخد ندي مع العميل. حتى لو هو عنده مشاكل لازم يقول. احنا عندنا عملاء كتير عندهم مشاكل والله العظيم شخصيه بنتكلم فيها عشان خاطر نعرف الكورس دوت هيؤدي ليه. لان الزعل بناكل. بننبسط بناكل. اي حاجه احنا اي حاجه في عندنا مناسبه بناكل، عيد بناكل. صحيح. فاحنا في اي حاجه في اي وقت بناكل، فاحنا لازم نبقى العميل بالنسبه لنا هو الدكتور اللي بيتابع معاه دوت لازم يبقى حاسس ان هو وصل لادق حاجات وعارف يتعامل معاه مع عقليته. يعني ممكن واحد يكون مثلا بيستسهل انه مش عايز تقعد تلزمه باعمل كذا وحط كذا وحاجات غريبه يفضل ينزل يشتريها مثلا. ده برضو من انظمه ذكاء الدكاتره في الحته دي انه ما يعملش كده. لا لا. فانت ما تلزموش بقى بده وتضايقه، فانت اديله ابسط الحلول وانسب الامكانيات اللي تناسبه. وبرضه خلي بالكم الدكاتره حتى او يعني بيلعبوا على الحته الاقتصاديه، يعني الناحيه الاقتصاديه لازم اعرف عميلي ده هيقدر يشتري اللي انا بقوله ده ولا مش هيقدر يشتري. فايه البدائل؟ لازم اديله حاجات سهله موجوده عنده عشان ما نزلتش النهارده، والله ظروفي ما سمحتش اجيب مش عارف ايه، فبالتالي هيبقى
مردوده عليه عكسي. بالظبط. انتوا بتحاولوا تساعدوا في الحته دي على الرغم ان انتوا فيكم الميزه يعني ما شاء الله الكورس ده فيه ميزه انه الناس تاكل. لا لا الناس بتاكل هو بيحرق. انت اللي مش هتاكل. ودي على فكره الحاجه اللي لفتت نظري جدا مع ناس فعلا انا عن قرب دي حقيقه يعني انا كنت حريصه جدا ان انا اعرف ايه عملوا ايه احنا شعرها فاكره ما نقدرش بصي اوعي تقولي لنا لا دايت ولا نظام مش عارف ايه ولا يقولوا لنا كله وما اعرفش ايه وما تاكلوش ايه مش عايزينه مش عايزين نخس. طبعا طبعا. فطبعا دي بقيت بص لهم كده قلت يعني اي حاجه تانية غير كده اوكي. عشان كده ما تقلقش بعد الكورس انت هيبقى معدل اكلك هو اللي انت حافظت عليه في الكورس. اتعودت. خلاص انت اتعودت انت قعدت مثلا 30 يوم 40 يوم بتاخد كل يوم الكبسوله وكل يوم نسبه شبع عندك بتبقى اسرع. فانت بعد الكورس حتى بعد الكورس ده بقى بالاضافه للاعشاب والنقط زي ما انت قلت كده. طبعا طبعا. اوكي. وبقى عندنا طبعا عملاء بيبقوا عايزين بعد ما بيخلصوا الكورس مثلا عايزين في كورس نحت عندنا. فاحنا بيكلمونا عايزين نحت مناطق معينه. في عميله تقول لك انا الحمد لله خلاص نزلت زي ما انا عايزه. كويس. عايزه تثبت بقى. عايزه لا ممكن اثبت ما هو كده كده الكورس بتاعنا فيه كمان تثبيت. اوكي. عايزه اثبت او انا عايزه كورس تاني بقى لنحت منطقه معينه ترسم بقى الجسم بتاعها ودي حاجه حلوه. على فكره الشاب كمان يعني الشاب لما يعني احنا عندنا عملاء كتير خدوا مننا تمام رجاله بعد ما خدوا ونزلوا على الكورس نزلوا مثلا 15 كيلو بقى وزنهم متناسق مع الطول وشكلهم بقى خلاص تلاقي العميل ده فجاه بقى بيروح جيم ما شاء الله خلاص بقى الراجل ما انا جسمي بقى وصل اللي هو عايزه لا بقى نبني بقى عضلات عايزين نعمل عضل تمام نجمل بقى اللي احنا عملناه اوكي حلو يعني ده شيء مهم جدا عامل النفسي ده اللي احنا بنقعد نتكلم عنه احنا زعلانين بناكل مبسوطين بناكل بس مش مهم احنا دي بنتميز بيها دي مش حاجه وحشه فينا اوكي بس ناكل بشكل يكون انا بقى بما ان انت قلت هناكل بشكل يكون هو ايه اللي حصل فانا هحط كراميل عايز اقول بس انا عملت مافن اللي بالبطاطا وينفع بالقرع بس انتوا لو لاحظتوا حضراتكم انا ما حطيتش لا عسل ولا سكر ولا حاجه اعتمدت على السكر اللي في البطاطا او في الحاجه بتاعتي ليه لان انا واحده هضيف صوص من فوق عشان يدي تيست تمام اوكي اقدر احط معلقه من صوص الكراميل ده جواها هتبقى تحفه ومش هتحتاجوا سكر ولا عسل معلقه واحده من صوص الكراميل او على الوش ونكتفي او لمرضى السكر من غير السكر لان انا ما حطيتش غير دي شوفان حطيت معلقتين بس من الدقيق الابيض فهعمل كده ونقدر نحط كمان عين جمل بسيط يعني شوية عين جمل كده ممكن جوه مع الوصفة دي بيبقى تحفة ينفع بالقرع وينفع بالبطاطا عشان هي محببة وتنفع للكبار وتنفع للصغيرين انسوا يا جماعة اللي انا اتكلمت فيه ده خالص يعني انسوا النظام بقى وخلينا في الايه في الحاجات التقيلة بصوا انا عايزة بس اوري ريحتها مش قادرة اقول لكم جمالها البصل والثوم لسه هتاخد لون لسه هي ما استوتش هي محتاجة بس تاخد لون انا هي دي اللي حمرتها خليني اوريها لكم برضو دي المتحمرة بصوا الفرق بس طبعا دي فيها زيوت ودي لا انا ممكن احط كده مع المكروني هنا اللي بالبيستو صوص كده دول هنا كده وهسيب اللي بالشوفان في الفرن عادي جدا لسه قدامها شويه تاخد مش اقل من 25 دقيقه ل 30 دقيقه لسه قدامها شويه كمان عشان تستوي هتطلع كرانشي جدا وجميله جدا وهتاكلوها تبقى طريه وطعمها تحفه وخفيفه كريم انا عايزك تقولي النهارده العرض بتاعنا سريع عشان اصدقائنا اللي قاعدين مستنيين الاوفر بتاعك تمام احنا الخصم بتاعنا النهارده على كل الكورسات اللي موجوده 70% كويس لجميع الكورسات ولجميع الحالات 70% خصم الكورسات بتاعتنا زي ما احنا اتكلمنا هي مكونه من كبسولات ونقط واعشاب وفي هديه يا كريم يا نقط وبيحددها طبعا الفريق الطبي بتاعنا طيب يعني احنا 70% لحد الساعه 12 بالليل تمام. الشحن مجانا وبيزيد الشحن مجانا لحد التاني يوم عشان ضغط العملاء اوكي بتديهم لخصم 60 ولا 70 تاني يوم ب 70 بيفضل الاوفر زي ما هو طب ربنا يخليك لحد تاني يوم الساعه كام لحد تاني يوم على العصر الساعه 4 على الساعه 4 حلو قوي الكلام ده طيب الهديه بتبقى يا نقط يا كريم وده بيحددوه من خلال الفريق يا ريت العميل ما يحددش حاجه الفريق الطبي اللي بيحدد طيب انا دلوقتي طبعا بشكرك اسمحوا لي اشكر ضيفي اللي كان مشرفني منورني خبير التغذيه كريم اكرم ميرسي يا كيمو نورتني شرفتني وميرسي انت مهتم دايما بالسيدات وبالانسات وبالرجال طبعا. كمان اتمنى يا رب الحلقه النهارده
تكون نالت اعجابكم. يا ريت حضراتكم تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه عشان تسالوا على الكورس، تعرفوا تفاصيل عنه، ما تقلقوش، كله اعشاب طبيعيه، ما فيهوش اي حاجه خالص تقلقكم ولا تضايقكم. وكمان الصفحتين خاصين بالتواصل على الفيسبوك من فيتارم جلوبال.